إلى ذلك أظهر فيديو بث على اليوتيوب اختطاف ميليشيات الحشد الشعبي لقرية سنية في قضاء الطارمية، ويأتي هذا الفيديو بعد أسابيع على الحملة التي تشنها ميليشيات الحشد الشعبي ضد منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، ويوثق الأعمال الانتقامية التي تمارسها عناصر الميليشيات بحق أهل القرية من السنة. يلا ابو مريم يلا يا عمي يا عمي والله يلا 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 هرب هرب يلا يلا حبيبي شلونك يلا شاكر يلا حيل حيل سريع 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 هرول 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 يا مولدكم وعلي تعال بشكل يلا اي جايك جايك اوك بشكل يا زلمه ايش فيك كل ابوك لك اوقف لك اوقف 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 يلا بالمساق يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بكثير الهل يلا يا قحش يلا يا قحش باشر يلا يا قحيشه يلا كل واحد كبره يلا 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 يلا, يلا, يلا. ها قوام الله ها موري ورد يا موري انت دنك لا لا دنك دنك